اهلا وسهلا ومرحبا من جديد بمشاهدينا طبعا في متابعه لاخر تطورات على الساحه الرياضيه وخاصه بما سمي بقضيه هلال الشابه وقرار الجامعه بتجميد نشاط الفريق وهو ما اثار ردود افعال عديده وغاضبه في الشارع الرياضي ورئيس الجامعه يحاول ان يفسر الاسباب والتداعيات والمسببات التي ادت الى اتخاذ هذا القرار. تفضل. دونك قبل سبوت قلنا ثلاثه مرات عملنا رابيل كل الجمعيات 24 باش ما نغلطش تو ما تعرف كل شيء يولي يظهر لي 24 جويليه قلنا 24 تقريبا جويليه 18 سبتمبر و24 سبتمبر. قلنا اذا كان الجامعه تلوج على هلال الشابه وفرحانه كيفاش هلال الشابه غلطت هالغلطه بور سوتي سور لوكازيون مون لو برومي. لا بعثنا له 5 اكتوبر. يا شاب إيجا يا ما حبش قال لك جادوا لي الدين قلنا له راهو ما نجموش نجادوا له راه يعقوب وفسرنا عاودنا له لويت ما حبش جادوا لك عندكم بعثنا له لتريس آخر مرة ونكر ما حبش بعثنا عاد المنفذ قال عندي عندكم فلوس ولا برا قصوا من الوزارة ومانيش مخلص وكان باش تعملوا اي حاجه يهدد فينا باحتقان في الشارع في الشابه وتتحملون فيه المسؤوليه المطلقه ما نخلصكش نسبك شو مكتوب هذا اي يا عبد المنفذ اي هاو اقرا معايا هاو احتقان تتحملون فيه تتحمل فيه مسؤوليه مطلقه محضر تنبيه جانا نسب كيما نحب يودي هديك معاش سب راك تتعاق لا نسب يا حديك ما تمشيش المحاكم راك تتعاق لا نمشي بور سوفير فيكتيم يا ودي هديك طب لونجاجمون مع الناس الكل لا باهي فات الاجل هات لو 5 لا هات لو 8 لا هات لو 13 لا واعمل لي حاجه وشوف خاطر نمشي للشارع وتتحمل شنو هو زاد هنا احنا قدام خلينا نحكي على جدوله الديون الساعه احنا الديون العقوبات اللي طالب بها هلال الشابه في علاقه بالخلاص العقوبات التاديبيه ما نجموش نجادوا لهم بكل الجمعيات الكل بدون استثناء كل شيء اي عقوبه معناتها تاديبيه تخلص ورقه حمراء ولا يتعافى الواحد وديجا هو أي خلص 3223 ولا خلص فما لخط فما غلط ما تفهم الناس قاعده تقول في اللغط في هذا وهذا معناتها احنا اللي دخلنا فيه عديد المرات هم النزاعات تاع الفيفا وغيره ولا وطنيه باش سيرتو دوليه باش الجمعيه يرفع عنها انتداب ونجادلوا لها رانا ما نعطوهاش نسبقوا لها ونجادلوا لها العام اثنين ثلاث التاديبيه امبوسيبل ها ثم حاجه خذيناها اون شارج الناس الكل هي المعاليم الجزافيه ما كل ماتش عليه رودوفونس فورفيتي خذينا ال 14 جمعيه يكون بري شاب سعودية التاديبيه ما بين الجمعيه والهيك والهيك الرابطه والرابطه الجامعه عمرها كان عاقل الرابطه هو ولا نبض الشارع سامحني قص عليك شي يقول لك كي بو لو بلوس اللي نجم يجدول زوز مليارات ومليار ونص الاكس وايك لا تبعني خلي نكمل لك انت تعرف الشيء هذا وتحب تسمع السؤال هذا باش تجاوبنا عليه كي بو لو بلوس ويتدخل باش منع ان جمعيه بو لو موان سورتو اللي هو الدين ماهوش حاجه كبيره 180 مليون وديجا فما 195 الف دينار مسلطين من قبل وفما مجموع نتاع عقوبات يفوت 500000 دينار لا لا سي با فري اللي تسمع فيه غلط فيش سي با فري ها عندنا 195 انت تسمع فيه الناس عاد ها موجود 195 و180 و40 و20 شكون قال؟ هذا اللي موجود تو انت تاخذ في اعطينا اعطينا المعلومه تفضل اعطينا المعلومه صحيحه تو دابور 190 ولا 45 باه ومعهم 25 خدم ولا 70000 دينار دونك الشاب ما عندهاش 500000 دينار عندها قيمه مقابل 250 مليون هكاك تقريبا وعملتهم على روحها جمعية قاعدة تعمل في نشاط متميز وقاعدة تمشي في الكوب وقاعدة تعمل في سبان في سبان هلا غالب أنا جيت أنت قلت لي قبيلة دونك نحن خلينا نشعل الديون وبعد عدد الديونات ساعة بور كومونسي التديونات قلت لي كيفاش أولا ثم قرار تعقيبي الصفحة الرسمية نتاع الجمعية راهي كيما وصلت الإعلام دو نيمار خويا تعاقب من الاتحاد الأوروبي على خاطر تدوين قلت فماش في العالم هاني جاوبتك على أنكا نيمار تعاقب من الاتحاد الأوروبي بعد الماتش تغشش عمل تدوين تعاقب من الاتحاد الأوروبي فما تدوينات من اقوى من التدوينات اللي خلينا نجاوبك قاعد نحكي لك ما يتعاقبوش هاك الهيكل هو حر فهمتني انت قدر كيفاش قوي وكيفاش ضعيف المفيد مبدا العقوبه على تدوينه موجود نتفكروا بايات كيفاش عمل باريس سان جيرمان اسمع انا مش وشت على افكارك عايش خويا خليني لونشينمون كل كلمه تقول صح كان ما مروني حتى انا خليني لك ما عادش خليك تفضل تفضل انا فانا ديفلوبي دونك
مبدأ التدوينات هذا اتفقنا، أو على الأقل أنا نأكد أنه قانوناً موجب للعقاب، وأعطيتك حتى نيمار كيفاش تعاقب على تدوينه وقرار تعقيبي في تونس، كيفاش الصفحة الرسمية يعاقب. الرابط أخويا عايتة الكاتب العام وقتها كانت كاتب عامة متاع الشاب، التدوينات هذه تلزمكم بالك مش متاعكم، وصدقني وغالط الرابط تبحث عنا نفك علينا، قلنا مانيش متراجعين وتلزمنا ومسجل في محضر جلسة. ما انا حتى باش انا لاج شوية الرابطة على لاج شوية وما نقصدوش وهكا الغالب كتبها واحد ادمين متاعنا وتلزمنا ونتحملوا مسؤولية وباش نقول، وهذا وهذا مدور هو. دونك هذه حكاية التدوينة والصفحة انتهى باعتراف المعنيين بالأمر. نحكي على جدولة الديون، العقوبات التأديبية مرة من جدولها الجدولة الأخرى. هاي نمشي معك شوي قانون، تو لمن وجهت مراسلة طلب إعادة الجدولة؟ للجامعة. شكون يسالك أنت؟ الرابط. الرابط ديستيناسيون غالط. ماك تحب تحكي معايا قانون شوية شاب وعندك 6 محامين و10 محامين لا ديستيناسيون غالط. اللي يسالك جدولك اللي حاب يجدولك. أنا كان جيت نسالك حاجات أخرى ولا باش نخلص عليك نزاع، إجا طلب مني تسبق باش نخلص لك. دونك حتى الوثيقة نتاعك عبارة بعثت الأدريس غالط. نسالك ستاك مشيت للصونات. لونجاجمون للرابط. بلا سيدي أنا باش نسالك سؤال بعد جاوب. تفضل. الوضعية هذه اللي موجودة فيها الشاب كان عملها نادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي التونسي ولا هذا في بالي نكمل لونشينمون وسيله لي سي ناس. لا بعد كم من بعد هاي بعد اي خاطر كل بلا سامحني مرة مرة سبوت لا لا مرة سؤال دونك الانسان الناس تحب تسمعني في لونشينمون سموني معناها يضيع على المجتمع لا هو علاش علاش مهم برشا على خاطر برشا ناس يقولوا الجمعيات هذوما بالرغم انه اليوم لونشينمون اللي قاعد تحكي فيه يمكن فيه هنا هو سؤال مباشر تو نجاوبك واضح سؤال تفضل. دونك نحن اليوم هاني قاعد ناخذ في الرمارك باش نجاوب على بقيه السؤال. احنا اليوم اجتمعنا شفنا شكون هو مختص في النظر والبت في الموضوع هذا. على فكره سي توفيق حاجه اخرى يبعد ميساج مانيش باش نوري الناس يبعد ميساج الرئيس الرابطه وكتب عام الجامعه يسب فيهم في ميساج يتهجم يقولش يسب يتهجم عليه مش كالتدوينات. تو انا نجم نبعث لحد ميساج في مسؤول في الكاف ولا في الفيفا نتهجم عليه ميساج؟ هذا كله ما يسالش. هذا اماكن اللي حكيت على السيكوندو كيفاش المشيه للمحاكم وهو موجود واخذين حتى المراجع، شنو اللي يخلينا نحطوه هذا؟ هذا كما نحطوهش القانون هذا نتعاقبه نحن. وكان يمشي حد المحاكم العام في نزاع رياضي وما نعاقبوش نتعاقبه نحن بموجب الفصول هذه نتاع الفيفا. دونك احنا شنو اللي باش نعملوه؟ تم زوج حلول. اولا شفنا اسك القرار كي ناخذوه والقانون كي نطبقوه ضروري او مش ضروري وقانوني مش قانوني. قانوني 10000 مليار في المئة. باهي نمشي للطاب الثاني. ضروري ولا مش ضروري؟ كي نغضوا عليه الطرف وما يسالش على خاطر الشابه والشبابيه اللي واجعيننا واللي نحبوهم يفرحوا وانا راني مولود في منطقه داخليه وسو الشابه حتى كانها ساحليه برشا مناطق راهي في الساحل. سوسة والمهدية والمسير واخذين كل شيء تقريبا واخذين كل شيء بالاسم وبرشا مناطق عبارة مناطق داخلية حتى عندهم نفس التقاليد ونفس العادات وما عندهمش برشا امكانيات. دونك قراب شوية كي نشوف بن قردان وتطاوين ومدنين والمتلوي وسيدي بوزيد والقصرين الشابة كي تنحي البحر ماناش بعاد ياسر ولو عندنا بحر هو في بن قردان يخرجوش بن قردان شبيك نسيت انا البحر نتاعنا. لقينا روحنا عندنا زوز وضعيات ما طبقوش القانون. شنو التداعيات؟ قلنا هاي برا نمشوا لل ما نقولوش للضعف نمشي لمحطة الخاطر ما نطبقوش القانون. اي فريق يلعب ضد هلال الشاب يعمل ريزيرف شنو اخويا القرار؟ ماتش ارجوي عام كامل ماتش ارجوي. تقول انت من هنا لافريل الناس كلها في الضوء يجي افريل ماي واحد طايح واحد طالع واحد بالشيخ التيتر اللي يخسر ضد الشاب ولا يتعادل يعمل ريزيرف. ايش يصير اخويا؟ دوسيات في التاس في الصيف الشامبيونات نتاعنا كله يدخل بعضه وشكون تسبب؟ احنا لان ايادينا ارتعشت ما خذيناش القرار المناسب. الحاجه الثانيه عندي 300 جمعيه الانخراط نتاعهم اماتور عندهم اجل اخرى لانهم اجلهم مش كيف كيف ولينا في حاله جيريس بريدونس. كل الناس ما عادش تجيب لك كيتوس كل الناس ما عادش تهتم بالاجل كل الناس باش ريت ماكري قلت لي الاوراق صفر والحمر حتى الاوراق صفر والحمر صفر والحمر هو قال ولا انت 3 ملايين و200 واش الشاب وقتاش تخلص؟ نهار 7 اكتوبر باقي بعد الاجل معناها تحدي متبوري ما فهمتوش شنو هو معناها سيودية. لا استناني لا استناني تفضلي السيودية توا اللي يسمعك أي يحاول يفهم الأسباب
ويقتنع بالإجراءات اللي غديتها الجامعة لاتخاذ مثل هكذا قرار. القرار قانوني موجع. اي باش نكمل لك على الجامعة. لا خليني نتفاعل معاك. تفاعل. القرار موجع وغريب وصادم. ما هو غريب إلا حاجة مش قانونية غريبة. إلى حد الآن أنا شخصيا لم أقتنع. شوف سعاد كان جاي هنا باش الناس ما يقولكش بيضو حتى المقنع ترجع لا 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 مش لازم تستدعاني اليوم منك. اليوم ما لم معناها الكلام هذا كله مش مقنع باش بعد ميسيون ما يقولوش وديع لا 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 بيض ولا سود اي فوالا لا بيض ولا سود وانت تعرف حتى باش تخلق راي عام لا 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 انا نمشي معاك خايف من الناس باش ما يقولوش بيضو كيما بعثوا كيما يعملوا في كيلكو باج العشيه يا خويا ما عادش تستدعاني امورهم حرام نعم وعطى رايه سعودي عطى رايه قبل ما يكمل شنو القانون فلا بعد كم قولي ما زلت ما كملت ليه اليوم اللي قلت بعث تدوينة وبعث الرابطة والجواب ما مشاش الرابطة وما مو يجي للجامعة لا 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 مشاكل لا 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 ما أنا هذه هذي هذيك عرضي اللي هو معمول به واللي معروف عليك اللي معمول به ومعروف عليك وقت اللي جمعية تحب تلقى لها حل تجم تلقى لها حل نجاوب وقت اللي الجمعية تحب تحطها في تركينة وتفيزيها وتوصلها لوين حاجتك به توصلها هذا هو الناس اللي تعبوا عليك هذا وهذا هو اليوم كيفاش خلينا نكمل يا ناصر يهديك خلينا نكمل يهديك انت اليوم كيفاش تنجم تقنع الراي العام بواجهه القرار وسلامه هذا القرار وبانه اتخاذ قرار تجميد نشاط جمعيه هو الحل الوحيد كان بالنسبه للمكتب الجامعي سؤال وجيه يستدعي اجابه قانونيه احنا شنو الفصول الآمرة الذي لا يمكن تجاوزها من ذلك لرجل موج شوف معي يقول ويقرا بالغلط جمله من الشروط واحده منهم لا بارتيسيباسيون او كومبيتيسيون ني با اكسبتي لورسكو ما تنجمش تشارك وقت اللي لاسوسياسيون نا با ليكيدي تو لي زاريري فينانسي دو على اف تي اف ولا لو دوسي نو كونتيان با ان كيتوس فينانسي ديليفري بار لي ديفيرونت ليغ ايون او اورغانيزي لي كومبيتيسيون دو كلوب معناها كي ما تجيبش الكيتوس وما تخلصش ديونك راك ما تلعبش شنو اللي ينجر على هذا؟ باهي هذا قال لك ما ينجر على هذا؟ اون اسوسياسيون اي ديكلاري اون انكتيفيتي بور دي ريزون دو فورس ماجور او نيون با بريزونتي سون دوسي فاليد دو بارتيسيباسيون دون لي ديلي فيكسي بار لو بيرو فيدرال La déclaration d'inactivité, je connais ça, la mise en inactivité d'une association est décidée par le bureau fédéral, après la concertation dans les ligues concernées. Croyez-vous que c'est une association d'Amira Je suis obligé de vous dire, je vous ai dit que c'est un peu plus de temps, je vous ai dit que c'est un peu plus de temps, et que nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire, mais le fauda l'arima, بالنسبة للشامبيونات تاعنا هذه حاجة الأولى وقلت لك لي ريزيرف الممكنين وكل واحد يعمل ماتش رجوي مش حتى يخسر ماتش رجوي تدخل بعضها وما عادش النجم الحاجة الثانية تقول لي الشارع تحرك نحن اليوم كنا باش نأسوا وين ثم قرار قانوني ما نجموش ناخذوه وكي يتحرك الشارع على تراجع هنا قاعدين نأسوا لافتكاك الأشياء اللي ما عندكش فيها حق اليوم يتحرك الشارع في الشباب نرجعوها غدوة ريزيرف مع السي اس اس ما يعجبش يمشوا للشارع نبطلوا منه وبعد غدوة حاجة أخرى نبطلوا منها وقتها تعم الفوضى العارمة دونك نحن لقينا رواحنا يا ما ناخذوا القرار هذا يا ما ناخذوش كي ما ناخذوش فاتح الفيدراسيون طيشوهم سامحني الفوضى العارمة الشامبيون العام الجاي وكل الناس في الصيف الجاي باش تاخذنا على عدم اتخاذ القرار هذا لان دخلنا احنا الدنيا في بعضها الحاجة الثالثة بقية الفرق الهواة حد ما عاد ينخرط حسب القانون وما عندناش حق ندخلوا لان خلقنا حاله نتاع جيريس بريدونس الحاجه الرابعه العام الجاي كان حين ربي مهما كان اسم الفريق ما عادش يجيك حد ما عادش يخلص حد عقوباته ما عاد حد يجيب لك كيتوس ما عاد حد يجيب لك وثائق واعمل كما عملت للشاب دونك ما عادش نخرجوا منها تماما قلت لي كان جات جمعيه كبيره احنا كلنا كبار هي ديمي فيناليست دونك كبيره ولكن عمرها ما عمل حد نحكيو على الجمعيات اللي هما تقليديه هذه خلينا نجاوب ما يسالش خليني نقول لك انا زاده سي ودي زاده خليني نتكلم معاك عطيت جو انت تسال يا ودي هذه جاوب جات ليسبيرونس ولا جات سي اس اس ولا جات ليتوال مستحيل تجمع راك لقيت معاهم تيرا فافورابل الشعب هذه من يقول ذلك شعبويه لا مش شعبويه مش شعبويه سي عاد انت ما حكمت عليه خلينا نحكم عليه ها سؤال اخر اشبه عمرها ما صرت انا مع جمعيه محترف
على خاطر يمكن راهو في وقت ما وقت اللي حسيته باش 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 يديباسي يوصل روحه لليميت راك لقيت معاه الحل. لا ما لقيناش معاه حل، نبعث مذكره الناس تستجيب، وقال في اوروبا الناس تستجيب، هذا اول فريق في المحترفه يتمرد بهذا الشكل. يودي تقولوا اجى ست مرات، ثلاثه مذكرات للناس الكل وثلاثه اللي هو برك اورديلي وما حبش. مش معطايا اللي عارف يتعامل فيهم يا سيدي، هو مش مستعرف فيهم الخطايا. ما ياك مش مستعرف بالخطايا، خاطر انت انت تسلط عليه في خطايا. يا سيدي اسمعني، تاني تتخمم جاوب فيك، جاوب فيك عليه ما يستجيبش، هو مش يستجيب. يا سي صادق يحكم عليك القاضي، القاضي يجي عليك، وجب عليك سيودية. لا مش يجي تو انت باش يقولوا في سوسه يعطيك الصح. لا والله ما تعمليش ولا شيء، خلينا ما نعملش سيدي بوبيليزم بيري دو، معناها انت مشرع، انت مشرع. ريت احنا كل اكثر واحد لازمك تنادي باحترام القانون، وانت وانت مشرع، انت تنادي بعدم احترام. لا ونادي سكيزوفرينيا القانون، معناها تبدا في مجلس. سامحني سامحني، تبدا في مجلس ونادي بالعدل في تطبيق القانون. هذا هو طبق العدل، هذا عدل، ونادي بالعدل في تطبيق القواعد، هذا هو العدل. لا مش العدل اني نعمل تدوينه 30 مليون 50 مليون 30 مليون 200 مليون، كان حبيت ما تجيش نخلص في الاخر. ما تحق شنو؟ انت كل مره تحط لي 30 40 50. انا ما نحطلكش ساعه، عندي ما نحطلكش انا ساعه، تحط لك الرابطه. معناها انت واحد يقولوا لي الشيطان ما يتعاقبش. شيطان انت. مش كيبيه جزائيا، مش كيبيه عدليا. لا فريمون ديسيبسيون توتال. علاش ديسيبسيون توتال؟ معناها انت اليوم الرابطه عندها قانون، كيف واحد يسب تعاقب كازميلي داري يقول لها لا ما تتطبق القانون نمشي للقضاء. ما عندهاش حق. هي الجمعيه الوحيده اللي تقول في الكلام هذا في فيسبوك عليك وعلى الرابطه. كل اسمعني، كل من عمل تجاوز مماثل تخطى، والجمعيه الوحيده اللي تجاوزت كل الخطوط الحمراء يمكن على الاقل انا 9 سنين رئيس. خلينا نجاوبك، نجاوبك حاجه اخرى. على ذكر 2012 رئيس سي وديع، نجم ناكد لك من 2012 انت رئيس. اي وصاروا عديد وعديد الجمعيات والصفح. سي وديع خلينا نكمل. توجه الى رابطه سي وديع دقيقه برك خلينا نكمل، تو احنا فهمتي سمعناك ونحترموك. جزء في الكلمه هذه. تفضل. من 2012 انت رئيس ولا؟ باه اليوم اجور دوجوردوي كل عام لازم يكون فما ان انمي للجامع، مره ليتوال ايترنيل هذاك سي اس اس كلوب افريكا. ريت البوبيليزم خاطر مروح حسوسه ايترنيل حسوسه في الموضوع. تو ليتوال جايب ليتوال يا ولدي، دخلنا في ليتوال قالت نسند الشابه وغدوها هبط ديريكت قانون نتاع الكاف، زعما هذاك يهبط كاليوم. يا ولدي خلينا نجاوبك عليه. تفضل جاوبني. شوف والله اول مره اشوفك من شعب وهيك ما هكا تو نسر فيك في سؤال كي ما عجبكش تقول لي بوبليزم. لا 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 كي يعجبك سؤال تقول لي سني سني مش وجهتي. تفضل مرحبا. شوف اولا العقوبات تتخذها الرابطه، وثانيا هذا ما ندو نسكل بعلويه القانون بضروره تطبيقه. معناها اليوم اللي يسب ما يسالش، واللي عاقب على السبان هو اللي نلومه فيه. مي فريمون هذه بلادي مشات في حيط، سامحني في الكلمه مش شعب. اذا كان نحن اليوم نشرعوا للسبان وناخذوا في اللي طبق القانون، على شكون يسب؟ غدوه كي يبدا مجرم يسرق قول ما يسالش، علاش تيما خوي وخيك وكذا كذا، هو يذبحك كي ما يسالش جي سي با كوا. حاجه اخرى انت تقول لي فيسبوك راهي الجريمه هي بيدها، شنو هي الجريمه؟ ماهوش مسرح الجريمه، معناها انت كي تقتل على تروتوار ما يسالش، وكي تقتل في بيسين لا، كي تقتل في عطريه ما يسالش، وكي تقتل في سوبر مارشي لا، الجريمه هي بيدها. فيسبوك يا وديع معناها الجريمه خاطر التجاوز في وسيله اعلاميه ولا في فيسبوك كيف كيف. نمشي لك اليوم قلت اتوال ايترنيل وتوال تعاقبت لوندومان. مش ايترنيل، قلت لك انمي ايترنيل. انمي انمي ومن بعد جيت لي للساحل. لا مش ساحل والله، لا سي با سالك يا ودي. انت قلت لك مره ساحل مستهدف. تبعني تبعني، مره لكلوب افريكان، مره لتوال، مره سي اس اس، مره الشابه، معناها ما نعرفش. كملت نكمل. جي لامبريسيون اللي الجامعه كل عام لازم تكون عندها، فهمتني ولا مشكل مع جمعيه، وما ترجع الجمعيه هذيك للمسار الطبيعي الا ما ترضى بالقرارات الموجوده. علاش اليوم ما فماش جوكري اخر نتاع تقاضي؟ علاش انا سلط عليك القانون؟ ما تنجمش السعاده تخليني نجاوب شويه. تفضل فعلا. هاني كملت سؤال يعني كان 4 سؤالات ولا 5 ما كملتهمش وانت مازال تسال. تفضل. طيب تفضل. انت قلت بكري الساحل مستهدف، وعلاش ما نقولكش انت خاطرك ساحل مستهدفني انا خاطر مش ساحل؟ با دي تو عمري ما قلت. انت مش عاجبك غير الكره الجامعه من الساحل. مانيش نحكي على الساحل المسدد، قلت لك اني نبض الشارع. ما يلزمش. هاي خويا هاو الساحل يرحم بوك. هاو الساحل خويا. تفضل. اللي انا مستهدفه اول مره في نادي يصير في الساحل بقرار مكتب جامعي انا رئيسه. اول مره الكوب تاخذ المستير اللي هي مدينه ساحليه، وانا عندي لؤلؤه من مدينه بالحق، معناها وعندها مزايا مرايضه وكل شيء باهيه، معناها في كل شيء. حتى في الكوفيد معناها كانت حضنت الناس. ليكيب ناسيونال حضرته وقت ما لقيناش الصاد، ودونك انا جلا كاليفي بالحق لؤلؤ، يعني معناها مش كان ساحل بركه نتاع تونس. اليوم ليتوال
شكون اللي بعثها تلعب في في في, في البطوله العربيه باش ربحت 20 مليار؟ ما كانتش الاولى لتوال، كنا نجموا ما نبعثوهاش. كان عندنا مشكل مع الساحل ومع التوال، ما نبعثوش لتوال وهي الثانيه. وكي بعثناها وهي الثانيه خذت البطوله العربيه بامتياز. وانا راني عضو في المكتب التنفيذي وحاولت نسهل ما يمكن تسهيله. معناتها حد معناتها كادو، لانه الاتحاد العربي الحق المسابقه فيها برشا نزاهه، ولكن حافظنا على حقوق النجم كما يمكن ان يكون. لتوال خذت اول مره في حياتها كاتر تيتر كاتر نيدو سويت في رياستيانا، تروا كوب دو سويت شامبيونان، وعمرها ما عملت استحقاق كروي. ما نجموش نكون مستهدف معاك. يحب يقول كلام باش يقولوا يعطيك الصحه. علاش يقول كلام يا ودي؟ راهو مستحقاق الرياضي. انا قلت ماناش عاملين على همزيه، ماكش في حاجه باش تقولوها لي باش تقول راني قلته. راهو انا قلت راهو كان جينا مستهدفه، راهي نعطي فيك انا ما يفند استهداف ليتوال اللي قلت انمي ايترنال. ليتوال في وقتنا نحن خذات تروا كوب دو سويت، خذات في واحده وكنت نحكي نمشي معك المسؤولين. 90% من اللي شدوا التحكيم دوليين جبناها مسؤولين من الساحه، من مستير ومسوس. كل من كان مش كل 90% من اللي كانوا دوليين جبناها مسؤولين. اليوم في البيرو فيدرال عندنا زوز مسوس عمرها ما صارت. الليغ اللي فاتت فيها زوز مسوس. كلامي كل الساحل انت قلتوا انت قلتوا لا اني ذكرته في النقطه يا سي ذكرته في النقطه الاخرانيه بكل ماشي شكرا هو ما هو راه ظهر لي بلاتو محترم على كل ما هوش واحده ولا غير عيات. احنا انا الاحترام لي اني ما ركزتش على الساحل. قلت لا قلت الساحل مستهدف لا في الاخر قلت لي توال انمي انترنت كمل لك عاد. قلت نبض الشارع في الساحل يرى لي هو مستهدف. هاني جاوبته اي فوالا. يا ما انت ركزت برشا على النقطه هذه وخرجت بينا من الموضوع. لا انا ما خرجتش بيك نقعد معك ما تنجمش عليه انت ما تجيش مع بعض. انت كيف تحاول تعمل نقره صغيره اني نجاوبك اجابه ضعيفه. انا ما عملتش لا نعطيك اني صحيح. انا لتوال قال سي صادق ضمنت مع الشابه للوندما بعثنا لها كوري. خويا الكوري هذاك الكوري الرابع وراه سيركيلار من الفيف من الكاف مش من عندنا نحن. هذا ممتاز جدا. ذكرنا احنا اربع مرات اليوم في سبوت خرج الوحده خاطر في التليفون الميل اليوم برك اخر سيركيلار جانا من الفيف من الكاف بديتو لي 19 يا ودي ذكروا جامعات. نحن الجامعة الوحيدة اللي تو ما بعثتش لونجاجمون ودخلنا في الريسك اونتر اوتر خاطر ليتوال. وليتوال تعرف الشيء هذا وجاوبتنا مراسلة اليوم العشية قالت راني اغلب ملفاتي خلصتها، مازال عندي بعض الملفات اللي قاعدة ساعية باش نخلصهم في 48 ساعة. هذا رد لي نحن باش نحولوا للكاف. معناها اليوم الكاف تبعث تبعث مراسلات تذكرنا اليوم نذكروا احنا ليتوال باش نفيقوها باش ربما سبحان الله. اي هذاك الرول معناها الرول نتاعنا نولوا نواخذ لا كوانسيدونس ان كانت هذه الرابعه. هكا نفهم تقول لي مذكره رابعه نفهمك. هذه هي الرابعه نفهمك هكا واضح. دونك نجموا ليتوال نجموا نتجاوزوا بلا حامد المغربي مبكري حامد المغربي من هنا زاد راه وراك صفر والاحمر كومون ديريج تيل البلاتو ياكد في انه يقول لي راهو هو ما حضرش معنا الجمله. اي يقول لي مالوريزمون الانتربريتاسيون كانت متطابقه اما راهو مجموعة من المحامين شيء معين يخص المحاماة ويخص زملائي ما عنده حتى علاقة بالكورة مالوريزمون. كيفاش؟ يقول لا اسمعني جاوبه هو. لا باش جاوبه هو المشكل معناها انت تصدق وما تصدقوش. باش يحل باب التأويل باش يحل ما هو مش حاضر ما يعرفش القرار. اي لكن سامحني لازم يكون عنده لي كوليس كيفاش صار القرار وكيفاش فما هو قبل ولا بعد ساعة؟ لا هو تقال قبل لا قبل ما في بالي قبل لا هني نقول لك قبل بشويه ما يخرج القرار من الجامعه التونسيه لكره القدم ان اليوم ناطق رسمي باسم الجامعه أنا يعمل حاجه كذا. انا ما عندكش انا ما عندكش انا نصدق وانت تنجم ما تصدقوش. اي خاطر هذا رده هو معناها زيد باش ياخذ في وقت خاطر مش ردي انا. خليني نقدم اليوم في الموضوع هذا قبل ما نمشي طبعا لمحاور اخرى. التقرير الثاني في الشابه بالله حاجه قبل الشابه سي تعادل اي شوف سي توفيق مشكش في اخر ديكلاسيون تعرف اش قال وديع الجري جاي 10 سنين ثاني من بن قردان. هذا معقول؟ انا ما جيتش 10 سنين ثاني من بن قردان، انا ما زلت في بن قردان. كان الفريسه هنا وكان ثم شكون يحب ياخذني اخوتي بن قردان ولا من منطقه داخليه راني نعتز بذلك. وبن قردان اللي تاخذ فيه عليها ولا كانها تعاير فيه عليها راهي جابت رجال ونساء اخرهم مات منهم اثنين من عائلتي وماتوا برشا وكلهم نعتبرهم عائلتي في 7 مارس وانت مشيت بعد وشفت العائلات. صحيح معناها اليوم احنا وصلنا رئيس الشاب يقول وديع الجري جاي 10 سنين ثاني بقردان. انا نعتبر روحي ما زلت في بقردان. لحظه وديع لحظه طبعا صادق سامحوني الكل توانسه
من بقردال لبنزرت تطاويل للشابه القروال لسليمان حتى حد ما يتزايد على حد في الوطنيه نختلفوا عندنا البلاتوات وعندنا ربما المنابر اللي نجم نختلفوا فيها في نطاق الاحترام على كل حال يعني والدكتور ولا بالحق على كل حال نمشيوا للطبق التقييم الثاني مع التذكير انه اتصلنا بالسيد توفيق المكشر البارح عن طريق عزيز الجباري باش ياخذوا منه رايه بخصوص هذه التطورات رايه بخصوص هذا القرار ايضا اتصلنا بالسيد صابر بوعطي الاستاذ محمد صلت به انا شخصيا واتصل به ايضا فؤاد بوفتح واعتذر وقالوا لي فما ندوه صحفيه ان شاء الله غدوه بتصير في احد اذن العاصمه لتسليط الضوء واخذ القرار وربما الاعلان عن القرارات اللي باش ياخذوها فريق هلال الشابه بخصوص تبعات قرار الجامعه بتجميد نشاط الفريق. نعود للتقارير، تقرير في الشابه احتقان شعبي وعصيان مدني واستقاله للمجلس البلدي. عزيز جبري تحول الى الشابه مع لبيب فاطمه واجرى هذا التحقيق. الصور اللي تشوفوا فيها ما هيش احتجاجات اجتماعية من أجل الخبز ولقمة العيش. هذه مدينة الشاب 24 ساعة بعد قرار الجامعة بتجميد نشاط الفريق. المدينة منذ يومين في عزلة تامة، غلق لجميع منافذ المدينة من كل شيرة. احنا شنو ظلم؟ احنا نحبوا نسكروا بلادنا. حرقان عجل وحالة احتقان، إحساس بالظلم لأهالي الجهة وجماهير الفريق. أنا ما نجمش نحكي، نحكي ودموعي يابطة من مظلمة في العمر هذا. وين البرلمان؟ وين الوالي؟ وين المعتمد؟ وين النساء خرجوهم من ديارهم الصغار من ديارهم خلوانا لا نرقد ولا نرتاح وعلاش؟ في الشابة تو يا خويا راهو ماشي للأسوأ، أنا ما نجمش نتوقع ونقول لك باش يصير. أنا ما نعرفش، أنا واحد من الناس ما نعرفش باش يصير. أنا نشوف فيه من العباد باش تصير كارثة. الشابة كلها تشتعل. الشابة كلها في اللحظة هذه ثائرة وغاضبة وما زالت وذاك الخوف. أولى ردود الأفعال كانت من المجلس البلدي استقالة جماعية. اليوم أصبحنا عاجزين باش نسيروا البلاد. اليوم البلاد مسكرة. السوق الأسبوع اليوم ما تصبطش. نداء للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس البرلمان وكل المسؤولين باش يجيو هم يسيروا البلاد هذه. ثم وضع معناه متأزم جدا ينجم يخرج على السيطرة. وبعد الدعوة إلى إضراب عام اليوم الشابة مسكرة. كونوا حيادين شوية، كونوا حيادين، يزيموا البلاتوات وقتوا للشارع وراكم شفتوا الشارع في الشابة. شنو هذا؟ خاطر نعبر على رأيي نقول لك أنت راك غلط ولا نقول لك راك أنت ما تجيش تعمل هكايا، تجي أنت تعاقبني العقوبات هذه كل 200 مليون في المرة الأولى و180 مليون في المرة الثانية وما نعرفش شنو إلى متى. شلل كامل بجميع المرافق الحيوية للمدينة، الأمر اللي حرك رئيس الحكومة اللي اجتمعت اليوم بوزير الداخلية وتم تطرق للموضوع. مسلسل خلاف هلال الشاب بالهياكل الرياضي أصبح موضوع شائك للغاية بين الواجهة القانونية لقرار الجامعة وإحساس هيئة الفريق بالاستهداف والظلم. يبقى السؤال المطروح، أي نهاية ستكون لهذا الملف؟ إذن نعود ونواصل الحديث. هكذا هي الأجواء في الشابة، غضب كبير، غضب مفهوم من جماهير هلال الشابة، من أبناء الشابة، من العائلات في الشابة، عصيان مدني، إضراب عام، استقالة للمجلس البلدي. حتى حد ما كان يتصور أن تكون نهاية بهذه الطريقة لفريق نقولها ونعودها أبدع وأمتع وأقنع في الموسم الماضي وفي المواسم الفارطة، وكان ضيفنا في الأسبوع خلينا نقول في الموسم الماضي وقت اللي حقق الصعود واحتفلنا بصعوده وأشدنا بمجهودات الهيئة المديرة واللاعبين والإطار الفني والمسيرين. نهاية حتى حد ما كان يتوقعها منتصر. اليوم الجمعيات الرياضية مطالبة أنه تكون تحسن التعامل مع طبعا الهياكل، مع المدربين، مع الإطار الفني، مع اللاعبين، مع الجماهير، حتى ما ناخذوش ربما هذا المنحة. اليوم على المستوى القانوني والقانون فيه ثغرات نجم نحكيو فيها وفهم اجتهادات ربما يقع النظر فيها، لكن اجمالا كيفاش نجم تكون علاقه
قائم على الاحترام بين الهيكل الرياضية وبين النوادي الرياضية أيضا، وإذا فما مشاكل تراشي أنه معناها محو التحكيم الرياضي كان عندها ثغرات على مستوى التعامل في التدرج بالنسبة للقانون. ساول حاجه ان شاء الله ما تكونش انا ديما نحبك في الزاويه الفنيه، ما نحبش ندخلك في الجدال القانوني اللي ما نفهموش فيه برشا، لكن نحاولوا نعطي بصه للجمهور الرياضي. فما هيئه التحكيم الرياضي كانت موجوده وكانت ربما تلقى حلول في بعض المواقف مثل ما هو الحال في هذه القضيه. ان شاء الله ان شاء الله كلمه نهايه ما تكونش نهايه معناها، ان شاء الله فتره وهلال الشاب يعاود يرجع معناها ميمسي القرارات والقانون هذا هو، لكن كما عملوا كاتر اكسيسيون في 5 سنين يعاود يرجع الى الشاب والفريق ما يعاود معناها بعد الموسم هذا. ما نحكي توا على المستقبل ان شاء الله، خاطر كلمه نهايه نتصور كلمه توجع مع نهايه الحكايه هذه، مش نهايه فريق نهايه هذه الشابة. القضيه كاين المآل نتاعها لانه فما درجات نتاع التقاضي وباش يمشي للتاس الهلال الشاب بعد كما قلت لك من الناحيه القانونيه ما نجمش نجاوب، ما نجمش نحكي في امور قانونيه. اما انا حسب رايي اللي انت قلت العلاقه ما بين الجمعيات والجامعه معناها والهياكل الرياضي ما احترام مش احترام، فما قانون معناها اسمه غولاسيون تاع ديزانستونس والجمعيات، فما قانون هو اللي فوق الناس الكل، فما الهياكل المعروفة مع فيدراسيون ناسيونال فوقها الكاف فوقها الفيفا، الناس كل تحت اللواء هذا. دونك يفو اكسبتي لي ريغل معناها نتاع القانون. اش معناها اكسبتي لي ريغل؟ نحكي اون جينيرال، تو انت حكيت لي على العلاقه ما بين الجمعيات والفيدراسيون. انا غدوه مثلا جمعيه منخرطه في الجامعه التونسيه كره قدم، جاء قانون باش يتصادق عليه في جلسه عامه وانا ما صادقتش عليه مثلا، والأغلبية صادقت على القانون هذا، اسكو أنا ملزوم به ولا لا؟ ملزوم به في دونك هنا راهو مادامنا تحت لي زانستيتيوسيون يفو ريسبكتي لي زانستيتيوسيون. بعد في العلاقة نرجع كلمة قلتها لك من الأول، بوتيتر قلتها لك في المداخلة الأولى، فما أطراف بوتيتر كانت تنجم تطيح التونسيون، كان خاطر الحكايات هذيا تتحل كان بالكوميونيكاسيون بالديالوج بالحوار. فما اطراف مونتراج مانع. اولا احنا مرتين قعدنا مع سي توفيق دونك سعينا اللي تقول فيه هدي. انا من اليوم وغدوه مازال عندي مواعيد، برشا ناس جاتني من الشاب ومن الهديه، قلت لهم وينكم؟ الناس اللي كانت تشوف الشاب ماشي في طريق غلط هذه كل وين؟ رئيس البلديه والمجلس البلدي اللي نحترمهم، وانا كنت رئيس بلديه سابق ونعرف انه البلدية ابن من أبنائه الجمعية الرياضية اللي أنا سي دينامو معناها، فهمتني؟ وديجا عندي معاه موعد إن شاء الله ومرحبا به. وينكم؟ أنا نحب الجمعية والمسؤولين النواب رئيس بلدية مجلس بلدي والي معتمد الناس الكبار الناس القدامى اللي سيروا والملاعبين القدام، كي نلقاو جمعيتنا محتاجة فلوس أو نلقاو جمعيتنا ماشية في طريق غلط وقتها لازمنا ندخل ونقول أريت هالفلوس راهو خايب لجمعيتنا، مش والله ما ثم كان انت كذا ونزيدوا ننفخوا في صوره الشخص وندزوه للخلط وبعدين يجوا والله سي وديع ثم شحال. اي وينكم؟ ستة شهور. سي وديع فهمتني؟ دونك طيب الشاب وتصور انه يالموني هذوما اللي قاعد نشوفهم ويالمونا الناس الكل. والله كيف الشاب ماهيش سي توفيق المكشر. عندك حق. وماهيش الكاتب العام اللي قاموا بالاخطاء هذيا. عندك الف حق. الشاب ولا مالوغوزمون انا في الاخر بكل سي توفيق المكشر لاهي باعمال. انا اول ما قلت لك حبينا نقص. انا الخاسر الوحيد في الموضوع هذا الكله هو هالناس هذوما وهالجمهور وهالجمعيه وهالمجازين وهالصغيرات وهالعائلات اللي تستقات من الشاب والناس المغرومه والجمهور هذوما اللي خاسرين. توا اوكي انا علاش في مداخلتي من الاول بالكل ما حبيش ندخل في الجوانب القانونيه، اني يعني نعرف انه الجامعه ما تعملش قرار الا ما تكون متمكنه من الموضوع نتاعها، ولكن فما نواحي اخرى، فما روح قانون، فما امور معناها نتاع علاقه الجامعه بالجماهير، علاقه الجامعه بكذا. هذا اللي حبيت نتكلم عليه سي وديع بقطع النظر على التشنج اللي صار بين الهيئه المدير الرئيس وبين العلاقه بين الرابطه والجامعه. انا اجابك في حاجتي، الفيفا وقت شعب عاقبه الكويت 3 سنين، شنو ذنب الشعب الكويتي محروم الرياضة؟ صحيح من كرة القدم، شنو ذنب المنتخب والملاعبين الدوليين؟ اخطأ رئيس الجامعة أو وزير الرياضة، عاقبة الكويت 3 سنين. الله غالب، اليوم رئيس الجمهورية
في بلاد يعمل تصريح، بعد التصريح هكا تقوم حرب على تصريح، شنو ذنب الشعب؟ الله غالب راهم الرؤساء والمجالس راهم يلزموا منظوريهم، وراهو انت كي تكون رئيس جمعيه ولا رئيس جامعه ولا هي مديره ولا مجلس بلدي وكذا، مالوريزمون تصرفاتك ملزمه للكيب نتاعك. كيما انا في الجامعه اليوم كان نمشي انا للمحكمه الاداريه ولا المحكمه الواحد تعاقبني الفيفا لوندما، شنو ذنب المنتخبات الوطنيه وشنو ذنب الجمعيات الرياضيه؟ ذنب انهم رئيس الجامعه اخطا في حقهم والقانون يعاقب الجمعيه على خاطر تصرفات كيما هذه. وكما قلت لك مبكري نيمار رئيس نعم ما نتذكروش نيمار، انت ما تذكرش، هاو حاجه جون ميشيل جون ميشيل ولا سي هاو تعاقب على خاطر تويتر ما على حساب هذايا السباني في نسب راهو فيه في المدارج كل واحد يسب مره في المدارج راهو ان اوفيسيال سي معناها نحكوا على اوفيسيال يعني كيف الجماهير عندها عقوبه زاد هيك تسب، اما نحكوا على ليزوفيسيال. انا بكري سمعتك سعاده قلت لي دوله داخل الدوله، عكس تماما، احنا سيد رئيس جمهوريه هو قدوتنا، ظهر لأكثر بشر منتخب من الناس كل، دائما يطالبوا بتطبيق القانون على الناس كل دون خوف، احنا طبقنا قانون قاعدين دونك نحن هيكل رياضي مانيش وزاره مانيش كذا، نعتبر احنا جزء صغير ما بين الجمعيات والجامعات والمنظمات والمؤسسات اللي تمثل الدول، دونك نحن عملنا اللي يقول عليه القانون وتوجهات الدول. سامحني قلت لبكري ما تصرفتوش على خاطر ثم كاد ديسبلين، سي لان ديسبلين توتال، تي هو اصلا العقوبات ديسبلينير. وقلت لي ايضا اذا كان اليوم ثم كناس في تونس ربما الحق نتاع ربي سي وديع شيحتونا رخنا بربي كان جاوب كناس تحيد لك ناس لا لا هاك عين الصواب من تو لا بالعكس عين خدك عين الصواب ما خلينا نعطيك رايي انا تو انا جي بوكي جي في ريبوندر ان كيستيون اي خليني باش نقول لك زاده فما المؤخرات اللي زاده موجوده هاو قالها مؤخرات هل باش نجاوب عليها شنو هي من ناحيه اليوم الجمعيه اللي باش تمشي تتظلم وتمشي تمشي للتاس اليوم فما فلوس كبيره برشا اليوم كانت عندنا الهيكل الموجوده في تونس نتاع التقاضي انه نجموا نسرعوا فيها ونجموا شكون حالك نعم شكون حالك هو ما الاسامبلي اللي توجدت 205 جمعيه على 205 هذا هو المشكل احنا الكارثه والمصيبه في المسؤولين والرؤساء نتاع الجمعيه لا 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 يا سي وديع يديك ربي اسمعني نقول لك اسمعني مش تحب تسمع اللي تحب تسمع انت ما تخليني جاوب وقول غير سمسيبه نقول لك انا رايي اللي الناس تحكي فيه واللي الشارع الرياضي يقول فيه اليوم المشكل ما كنتش حاسين قولك غاديين تفكوا في سؤالات قبل ما نجاوب انا لا لا ما يسالش هو سالني على الكناس انا بديت نجاوب على الكناس دخلت انت في الكناس باش نجاوب معاك نتفاعل معاك على خاطر فما مشاكل كبيره برشا من الناحيه الماديه انا اليوم باش نمشي للتاس يلزمني ما نعرفش قداش فلوسها 60,000 يورو باش نمشي للتاس نمشي نشكي غلط كلامه غلط ولا 40,000 يورو ولا غلط وسي 10,000 يورو قداش يلزم يا خويا 20 مليون 50 مليون اما خير انا الهيكل التقاضي نتاعي موجود في تونس باش تمشي 100,000 يورو وما بعد البروسيدور لا يا سيدي ماشي 100,000 شيمني انا في المبلغ المالي يا خويا اما خير انا اليوم مرحله التقاضي نعملها في تونس موجوده هياكل نتاعها واللي كانت انصفت برشا جمعيات في برشا ملفات ولا نحيوها علاش تنحيتها راي بتحب ولا تكره صعبت المسؤوليه على الجمعيات لكن انا راهو ديما نعيب على الرؤساء نتاع الجمعيات اللي هي في الجلسات العامه اعطت الاليات للجامعه التونسيه لكره القدم باش تنجم تعمل كيما تحب وتشرع كيما تحب خاصة في الحاجات اللي هي معناتها تكون معناتها فيها مصير الجمعيات. باهي كملت كناس خلوني نجاوب. كناس خويا كنا منطلق التجربه ممتازه جدا وتقريبا من 2007 2011 كانت ممتازه. 2011 يمكن حتى 12 كانت ممتازه. وكنا نحن من بين الجامعات اللي في قانون الاساسي الجمعيات تلتجا للكناس. 13 ها من 14 خويا على 60 قضيه نخسروا 58 حتى انه نحو عضو لجنه تاع تحكيم نحن ترجحون على 60 نخسروا 58 وين حضرت على كيفاش يصير ما عادش نجموا نخلوه عرضنا الامر على الجلسه العام حضروا 205 207 جمعيه 205 نحاوه ما عطوش حق للجامعه باش تحكم لهم قالوا نحن ما عادش نحبوا الكرسي. تخسروا 58 على 60 انتم كطرف جامعه معناها فيزافي من جمعيات رابطه اي قرار كان اي قرار معناها يمشي غادي يتنقض يتنقض فهمت اي كومبري عضو لجنه تحكيم من صلاحياتنا لا ترجع
معناها حسيتوا فما ظلم معناها ياسر. اه فوالا، وثم حتى حاجات صارت مش باهيه بالكل، مست حقوق جمعيات ونحن تيموا معنا. بسطنا الامر على الواحده، تو خويا مشينا 12 مشاو بينا 12 مره للتاس، 12 احنا عملنا 12. واضح؟ من اللي كنا نخسر في 90% من القضايا واكثر، ولا نربحوا فيها 100%. حتى اللي ولت عندها كريديبيليتي في التاس، كي تجي حاجه من جامعه تونسيه كره قدم، ثم كريديبيليتي ويسمعونا الناس. انت ما تنجمش تخلي هالكناس بالشيء اللي عشناه نحن على الاقل جامعه تونسيه كره قدم، واللي هي حتى في جامعه اخرى كان مانيش باش ندخل بالشكل هذا. المنظورين نتاع الجامعه هم الجمعيه، ثم سيادوا انفسهم وسيدته نفسي هي الجلسه العامه قرروا باش يمشوا التاس. نحن انا شخصيا ماذا بي؟ ماهيش الكناس اللي مربوطه باللجنه الاولمبيه. ماذا بيا كان نحدثوا هيكل اخر، هيكل اخر فيه لوتونومي فينونسيير ادمنستراتيف لوجيستيك جوريديك يا خويا، حتى نعيشوا بها 10 سنين سكون دوغري نتاع التقاضي معناتها. فوالا اي فوالا، هذا المطلوب تو، هذا بدينا نخدموا عليه. يعني هذا بدينا نخدموا عليه. حل وما تحبوش تابع الجامعه، وما يلزمش يكون تابع الجامعه. تعملوا تابع الجامعه كمل يعني عادي. تو تحب تناقشوا معايا قانون ولا غير بالوحده؟ واضح الجامعه يتسالوا معاك، يتسالوا معاك. تنجم الجامعه البروبوز على الوحده وتحدث هيئه مستقله ثالثه ما تشوف كره قدم. واضح. احنا نحبوا حاجه اوسع، معناها فهمتني شنو نقصد؟ معناها انت وزير مانستونس ركور مختصين، مختصين كيف الفوتبول. واضح. احنا ماذا بينا حتى خمسه اربع جامعات، وتعرف الاربيتراج ليبر، معناها كل واحد يمشي. شوف باهي، تفضل. وقت اللي وقت وقت اللي وقت اللي صار قرارات كبيره في اوروبا وطاحت جوفانتس، ملا اوروبا ملا ايطاليا. لا جوفانتس هذا عملت شيء خاص. استناني يعني استناني استناني يعني نحكي على وقت تحت مارسي، ما قالوش جماهير جماهير راهو سي با ما تعلمناش شيء، نسمعوا بعض لحظه ما نفهموش بعض. ميم كات فيغور. لا اخويا كيف كيف لا لا. قرار اداري انت ما قال حتى حد ما قال ماتشوف. اخويا انت تتكلم وانا نسكت. لا هذا صحيح، ما عادش نجاوب على حتى سؤال. تفضل انت اسال وانت جاوب وحدك. تفضل اي تفضل تفضل. دونك القرارات اللي تحت بهم اليوم واللي تحت بهم يوفي هي قرارات اداريه. اسباب شنو هي؟ مفيد قرارات اداريه ولا غالب تصرف شخص وتدارت الجمعيه وجماهيرها. معناها ماهوش رياضي القرار. تقريبا هذا هم اللي سؤالات هذوما هم السؤالات. على كل حال باش نرجعوا للحديث عن هلال الشاب وخاصه ما تخافوش راهو على مستوى على مستوى ردود الافعال او ردود الفعل الغاضبه من قرار الجامعه على مستوى اللجنه الاولمبيه، على مستوى طبعا كما قلنا بلديه الشابه وغيرها، بين المسانده والدعم من النجم الرياضي الساحلي ودخول العديد من الوجوه السياسيه على الخط بخصوص التفاعل مع هذه القضيه. لكن قبل هذا نستقبل انس البخلوتي وبروموكوت. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. هوني هوني قوليش تعرف؟ لا لا شفتها؟ ها؟ كل ما تصير فرصه تبعث النوتيفيكاسيون بالوقت. ايه وانت تشوف البوتيك ولا تبعث الفلوس بالتليفون؟ تبعث لها الفلوس بالتليفون زيد. انا فلوس ولا تليفون؟ هاي هاي فهمتنا بالغلط. تحط اختاره. تكلم قول حاجه. نحكيو ابليكاسيون تاع اختار. هاني باش نطبخوا بالقلقال وحط اختار. ابليكاسيون بروموكود تيليشارجي وحط اختار. بروموكود. ربح استنى فيك. نعود مشاهدينا واكيد نعمل ترجيحه صغيره مع بروموكوت، لكن نحب قبل بروموكوت نرحب ترحيب خاص باكاديميه الترابا لكره القدم من رادس. اكيد منورينا على اليمين وعلى الشمال، اهلا وسهلا بكم، مرحبا. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. عايشك عادي. البدايه باش تكون مع بروموكوت دوزونا، الجمعيه هذه ما ربح حتى واحد من المشتركين وزاد من البلاتو للاسف الشديد. عندكم فرصه اخرى باش تربحوا بيان سور مبالغ ماليه هامه. ما عندكم كان تتكهنوا بالنتيجه النهائيه ورجل المباراه ثلاثه ماتشوات اللي باش يتلعبوا الويكاند الجاي 24 اكتوبر. الماتش الاول اف سي برشلونه وريال مدريد، الماتش الثاني بروسيا دورتموند وشالك 04، مانشستر يونايتد وتشيلسي الماتش الثالث. نشوفوا شنو هي الجوائز المرصوده للمباريات الثلاثه هذوما.
اللي يتكهن 4 على 6 يربح 1000 دينار، 5 على 6 10000 دينار، واللي يجيب 6 على 6 100000 دينار. بالنسبه للزيكسبير دونك انتم زيد عندكم فرصه باش تربحوا معنا، ما عليكم كان تتكهنوا بالنتيجه النهائيه لمباراه اف سي برشلونه وريال مدريد، ونتيجه الشوط الاول لمباراه بروسيا دورتموند وشالك 0-4، ورجل المباراه في مقابله مانشستر يونايتد وتشيلسي. وقيمة الأرباح لكم أنتم باش تكون كان تجيبوا زوز على ثلاثة 500 دينار، ثلاثة على ثلاثة 1000 دينار، ويتم بيان سور التوزيع الأرباح بالتساوي. نحب جست نقول لكم على ليكوت نتاع مباراة تشامبيونز ليغ بين باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد اللي باش تلعب غدوة 3 مع 8 نتاع الليل. دونك في صورة انتصار باريس سان جيرمان الكوتا باش تكون 1.60، التعادل الكوتا 4.50، وانتصار مانشستر يونايتد الكوتا 5.40. وتلقاو المعلومات الكل على الباج فيسبوك برومو كود تونيزي، وتلقاو زاد كيف كيف لي فيديو اللي يوريكم كيفاش نجموا تلعبوا معنا على برومو كود، ومع برومو كود الربح ديما يستنى فيكم. يعطيك الصحة أنس البقروتي، أكيد الربح دائما وأبدا مع برومو كود. تعطي سمير كان يقوم بعملية التوزيع، وناصر باش يعمل شريك المرة هذه هو وصديقه سمير والناس الامور منظمه. عاملين شركه يعني شركه عاملين شركه جماعه جماعه متفاهمين متفاهمين واحد يتكهن اكس الاخر يتكهن ان مفيد ربح واحد جماعه متفاهمين. انا كي تعطيني الشيك في البلاتو قدام الناس الكل، والناس تعطيني الشيك تاع تحسمس وغادي الغادي. هاو الشيك برافو ايوا ولا مبروك مبروك الناس الفيديو تاع برا بي جمعيه خيريه برا بي برا بي جمعيه خيريه برا بي برا بي برا بي يعطيك الصحة. واكيد ديما مع برومو كود ديما ربح موجود. هيا بلاتي ليدا ادق ادق مش في ماركة باش يماركي. هاني نقول لك مش باش يماركي. ودي بيان سور باش يماركي. مش يماركي. قلت لك باش يماركي. امبوسيبل كان يماركي. قلت لك باش يماركي. ماهوش باش يماركي. باش يماركي. ماهوش يماركي. باش يماركي. ماهوش يماركي. قلت لك باش يماركي. باش يماركي. ماهوش يماركي. حط اختار. روما كول. الربح استنى فيك. نورمال. فما الكشاوت يا صاحبي. أهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. ردود أفعال غاضبة من القرارات الصادمة. عصام زناوي وأيمن الهذلي في هذا التقرير. صدمة مفاجأة مدوية، حديث عن مظلمة صارخ، كانت هذه التعليقات بعد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بتعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعها من المشاركة في المسابقات اللي تنظمها الجامعة وهياكلها للموسم الرياضي 2020-2021 بعد عدم اكتمال ملف الانخراط حسب رايها، رغم أنه الجامعة عبر تصريحات رسمية راسلت جمعية الهلال في أكثر من مرة لتسوية الوضعية وخلاص الديون، لكن دون رد إلى أن فوات المهلة القانونية المعمول به. عدد كبير استغرب عملية الإعلان السريعة عن دورة البراج لسد الشغوب. قرار مفاجئ للشارع التونسي بمختلف مكونات، دقائق بعد الإعلان عليه مظاهرات تجوب شوارع الشابة احتجاجاً على تعليق النشر. كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ناولت الخبر بسرعة، نقلت الأحداث والتصريحات خاصة من جانب إدارة الهلال. يعني صدمة باش تجي أنت جمعية عمرها 60 سنة تشطب عليها معناها تقول ما عادش موجودة، على علاش؟ احنا نحب منها حتى مليم، يحب من عندنا 180,000 دينار صدر لنا كخطايا نهار 28 سبتمبر، طلبنا في خلاص في آخر أجل نهار 29 سبتمبر. نحن باش ماناش منه في استدعاء وتلجا، احنا عندنا في استدعاء وتلجا العام الجاي خليه عندك. قرار تجميد النشاط لقى رفض من بعض الفرق اللي تضامنت مع هلال الشابة وأصدرت بلاغات مساندة وتعاطف. التنديد جاء أيضا من بعض السياسيين اللي اعتبروا القرار غير مسؤول ونابع عن تصفية الحسابات، وفيهم اللي مشى أكثر كما النائب ياسين العياري اللي طالب عبر مراسلة رسمية وزير الشباب والرياضة بإعفاء وديع الجاري من رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم. اللجنة الأولمبية تدخل على الخط تتأسف لتردي العلاقة بين الجامعة ومنظوريها، ودعات المكتب الجامعي إلى مراجعة قرار التجميد. الاتحاد المحلي للشغل بالشابة عبر في بيان رسمي عن مساندته للاحتجاجات السلمية لأحباء هلال الشاب للمطالبة برد الاعتبار للجمعية وجماهير، كما دعا الأهالي إلى عدم الانسياق وراء دعوات العنف والتفرقة الجهوية. في حواره البارح رئيس الحكومة هشام المشيشي وفي تعليقه على الموضوع قال أنه لا يمكن التدخل في قرارات الهياكل الرياضي،
ما نجموش نتدخلوا في قرارات الهياكل الرياضية، لكن فما مسارات قانونية للطعن في القرارات هذه. وأنا ندعو الأحباء ولا الهياكل المديرة للهلال الشابة كونه اتبع بلوتو المسارات القانونية في التعاطي مع قرارات اللي هي ماهيش راضية عليه، بلوتو كو نمشيو في التعبيرات القصوية اللي ما تفيد حتى حاجة. قرار في كرة القدم خلف ردود أفعال كبيرة، خرج من المجال الرياضي وشمل كل المجالات، فكيف ستكون النهاية؟ كانت هذه ردود الفعل بخصوص قرار تجميد فريق هلال الشابة. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، هل أن هذا القرار بات ونهائي؟ هناك عديد المحاولات حتى تتراجع الجامعة عن هذا القرار، حتى تمكن الجامعة فريق هلال الشابة من فرصة أخرى ربما، وحتى لا يندثر هذا الهرم الكروي بعد هذا المردود الممتاز تيلة الموسم الأخيرة، وخاصة هذا الموسم اللي ودعناه في الفترة الأخيرة. ثم بعد السؤال الثاني خلينا نشوف على خلفية طبعا الإجابة متاعك باش يكون فما سؤال آخر. أنا بتفاعل مع الفيتير وانسيت السويت وبعض المعطيات، شوف السيد الكاتب العام وقت اللي بعثنا مراسلة في تيتر مجبهات هذا نجبكري قال باش زي واحد يقول كل شيء، قال أن الرابطة راهي بعثنا العقوبات كان 28 وآخر أجل هو 30. سيدي الكريم كنت تنجم تجيب شيك وتصبه بطريقة سهلة جدا. دو نحن استنيناك بلوتريز عملنا 5 8 جبت انت عرض مال وخلي ما يقبلوش عليك حتى لوتريز اكتوبر. الحاجة الأخرى حتى 3 ملايين و200 نتاع الوراق الصفر والأحمر وقت جبته لسات اكتوبر اللي هم عقوبات عندهم شهرين ولا ثلاثة. هذه ناحية. الحاجة الأخرى سي توفيق المكشر في تصريح في موزايك قال أنا الجمعة اللي فاتت صرفت 450 مليون أجور ومنح ودفعت تقريبا 90 مليون للتاس باش نحي عقوبات ب 45 مليون برك. معناها هالفلوس هذوما الكل كان أجدر باش تخلص بهم وبعد كي ربحت يرجع لك فلوسك، دونك ما عندكش مشكل نتاع فلوس. وأنت واحدة قلت وسمعت أنه القرار ظالم، راهو وقتاش يكون ظالم؟ وقت يبدا مش قانوني. القرار قانوني وأكثر من أنه قانوني، واللي كبل لنا يدينا هو انه ضروري وكان ما ناخذوش. حكيت لكم على التداعيات باش ما يوليش واحد تكرار. اخر ما يختم به الاتوال الكورسبوندونس مشات الاتوال ومشات الاتوال برك الرابير الرابع مشى وديجا سي احمد البني يبحث عن حل لانه جاته تفجع من الكورسبوندونس. دونك الانديه الاربعه المعنيه بالمشاركه وين تبعث لنا الكف حاجه نبعثوا لهم باش يسوي وضعي دونك هي صادم من الاتحاد الافريقي لكره القدم وحنا نعملوا فيها عن طريق الجامعه. هي تلزمنا نحن باللوبي معناها لورغان دو بريمير انسونس باش لوكتروا دي ليسونس مانجم يكون كان بشروط معينه، نحن كي تفرض علينا الكاف حاجه نعدوها للتسويت وضعي بالضبط. فهمتني؟ دونك هما الجامعات الاربعه راهو فهمتني مش على خاطر تعقيبا على كلامك راهو ما حاشيش بالكلام هذايا باش يصفقوا لي في سوسه. نتاع بكري ما قديتش روحك برشا ما نصورش تصفيقه كبيره. لا ما مشاش الامور كما يلز. لاباس برنامج جو كان خير من هكا شويه ما ديسيرش. لاباس. المسار شوف المسار القانوني هو تاس دونك ما فما حتى حل باسم الاتحاد التونسي. انا صدقني تال مو انا بيك الموجوع كان يجيب لي حد حل قانوني يعلمني به وتمشي فيه. كان يجيب لي حد حل قانوني يعلمني به ونمشي فيه. كان الجمعيات وتنجح تمشي للتاس الشابه ترجع وتربح القضيه مش عملها ترجع للرابطه الوقتها الاولى. احنا وقتها البراج اللي عملناهم ما نش نلعبوا مع الناس نقولوا هيا اجي عملوا براج وبعدين نقول والله التاس ربحت الشابه فسامحونا ما فيش رجوع. وقتها نقولوا 15 النجم نزيد واحد في صورة ما الشاب ما رجعتش تجي القرار شنو وضعية وقتها ما يطبقش شنو وضعية الملاعبين الليسونسي والملاعبين سو كونترا في الشاب. احنا اليوم وهاني باش نعطي حل قانوني للشاب تنجم تطلب استعجال النظر ولا حاجة ربما تاس تمشي فيها وان شاء الله نحن يقع البت بسرعة القصوى من التاس باش يا ابيض يا اكحل وان شاء الله يكون ابيض اكثرش من هكا. دونك هما توا يسون اوبليجي دو كاردي لي جوار نتاعهم ولا توندون التاس. ما نحبش نجاوب اكثر خليني نجاوب كان على الملف هكا خاطر باش ما نحلش باب نتاع كان نقول لا ما هو الملاعبين عندهم انجاجمون الملاعبين يشوفوا ديزافوكا نتاعهم ولا حتى تجاوبهم ولا يحبوا يسالونا تجاوبوه. ما نحبش نحل باب على الجمعيه خليها ترانكيل
دونك هذا هو المسار، المسار القانوني البحث هي هياكل الطعن. ما ثماش هياكل طعن، وكان ثم ديجوريست احنا غفلنا على حاجه يعاوننا بها مرحبا. ظهري ما كثرش من هكا. وراي جي سوي سانسير اي سيرو. كان ثم ديجوريست طلع لنا غلط ولا يعطينا حلول قانونيه على اللي قمنا به مرحبا. البراج اونجاجي سي دي 10 جماهير رجعت ترينا، معناها لا سيتياسيون اي البراج ما عادش نحكيو عليه. لا لا انت معناها انت معناها تطلب في حل الور كو وصلنا لو بوان دو نو ريتور. وصلنا لو بوان دو نو ريتور وكي قلت لك كي طاس تحكم دونك جو اسمعني بربي سي كي تحكم الطاس كيف كيف البراج قلنا لك البراج ما عادش متراجعين فيه مهما كان. حتى نجم نوليو 16 اي قلت لكم عادش وقت نعملوا كيفاش نوليو 16 وبديت الشامبيونا جاء القرار 27 ديسمبر شو عملنا؟ تاس وخرت ما وقتها سي ما عادش تنفذ في السيزون وكيف هاي الشابه مظلومه تولي تو مظلومه تو نقول لك قرار قانوني باش نرجعوا نفس البلوت يا ودي فهمني علاش تشنج؟ انا ما نشنجش انا نشوفوا في لي سوليسيون 1 2 3 باهي انت قلت نطلب منهم باش يسرعوا ولا؟ اي هما يطلبوا باهي يطلبوا في التسريع وقلت راهم ما عندهمش مشاكل ماديه 90 مليون 45 مليون جو سي با كوا كانوا اجدر بهم يخلصوا ال 180 نتاعهم هما يقولوا لي هي امور مبدئيه مش امور مادية باه سوا ديزون اليوم جاء القرار وما سرعوش 16 نوفمبر جاء سوا ديزون ربحت الشاب اش عملنا جاب ربي مليح هيك كي القاضي الاستئناف يكسر القاضي الابتدائي نعمل القاضي الابتدائي في الحبسه هكا هي هكا هي ضريبه درجات التقاضي معناها سيد كي نقول لك انا راه المكتب الجامعي مش هو اللي قرر راهو رئيس الجمعيه هو اللي قرر هو اللي هز الجمعيه لهالوحده راهو الانسان يلزمو يستشرف ويعرف روحه كما ينخرطش وما يتخلصش وينعملوا لك سي ابيل ثلاثه الناس الكل وثلاثه اللي كنتي وتتمرد وتعرف انه حتى الوقت شوي للتاس انت راهو راهو يا رسول الله هو اللي قرر بالصحيح بالصحيح اخذوه واللي يعمل حاجه كبيره في حق جمعيته باش يوصلها للوضع هذا نلقى له في حلول. وضع على كل حال حتى حد ما كان يتمناه وضع صعب جدا ولا غضب كبير في الشابة وحتى لدى الجمعية الرياضية من مصير هذا الفريق إن شاء الله بالسرعة المطلوبة يتحرك ويمشي للطاس حتى تسعفوا وتعطيه حقه ولما لا ترجعوا للرابطة المحترفة الأولى. فاصل إشهاري ثم نعود ونكمل طبعا بقية مواضيع حلقة اليوم.